السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام نحييكم مجلسكم مجلس قناة الدوري والكاس، واليوم بداية الدوري دوري المحترفين والنسخة رقم 41 تنطلق بمباراة السد وضيفه نادي العربي سد جاسم بن حمد والخوري يستضيف نادي الخريطيات، ونادي الجيش هي المباراة الثالثة يستضيف نادي أم الصلاح. انتهى العد التنازلي وحانت ساعة الحصاد، الفرق استعدت والجماهير تترقب والأنظار تتجه لانطلاق الدوري نجوم قطر في جولته الأولى. ثلاث لقاءات افتتاحية والنقاط الثلاث مطلب الجميع، وحتى تكون الفارس الذي يحمل الدرع 41 فعليك بإثبات جدارتك ابتداء من اليوم. قمة القمم في لقاء التاريخ، ديربي قطر بين السد والعربي يشعل الدوري منذ بدايته، واستاد جاسم بن حمد مسرحا للمواجهة. الزعيم السداوي في موسم اعتبره للعودة للبطولات المحلية يدخله بقيادة عربية وصفقة عالمية، ويأمل بأن يكون عموته غوارديولا السد ويستعيد الدرع القائب عن خزائنه لخمسة مواسم ماضية، بينما العربوية يأملون ببداية مطمئنة تعطيهم الأمل بعودة فريقهم لتحقيق الأحلام على أرض الواقع. فييرلو شانتير اشتكى من عدم الانسجام حتى اللحظة، ولكن ثقته بخرجة وباري كبيرة، وبهما أعلن التحدي لإسقاط الزعيم. اللقاء الثاني هو لقاء الفرسان، فرسان الخور وصواعق الخريطيات، والاثنان يأملان بالاستمرار على نهج الموسم الماضي عندما حل الخور خامسا وعندما أحرج الخريطيات الكبار في أغلى الكؤوس. مهمة لن تكون سهلة على الفريقين، والروماني بولوني بالتأكيد لن يقبل بالتراجع عما تحقق، حين يتمنى الفرنسي سيمون دي انطلاقة تعطي الثقة للصواعق ومنها يستمر المشوار. آخر لقاءات الأمسيات الافتتاحية سنكتشف فيها النوايا البطولية لدى الجيش، وهم الذين يعدون من أبرز المنافسين على درع الدوري. بدايتهم أمام أم صلال الذي حارب كثيرا من أجل البقاء ضمن النجوم، وكان له ذلك في الرمق الأخير، ولكن الفرنسي مارشان مطالب بأكثر من ذلك هذا الموسم. تغيير الصورة، خلق تشكيلة متجانسة من المنضمين الجدد وإعادة الصقور للتحليق، بينما الحمل أثقل على الروماني لوسيسكو، حيث أن غير المركز الأول لن يرضي العسكر، وهم الذين فضلوا الاستقرار على محترفيهم وتطعيمهم بالمحليين للاستمرار على ما كانوا عليه وتحقيق المزيد. ثلاث لقاءات ستوضح لنا ملامح نجوم قطر في موسم 2012-2013، وابتداء من اليوم سيتبين لنا من سيضع بصمته ومن لم تكفه 4 أشهر لتصحيح أوضاعه، ومن سيعلن نفسه رقما صعبا أمام الكبار. قبل كل شيء رحب بالكباتن الكبار، الكابتن خليل الزياني والكابتن عبيد جمعة والكابتن سلمان شريدة اللي انضموا معنا. طبعا الشباب الكبار احنا حياك الله، لا تكثر منها شباب كبار شباب لا تكثر شباب ميكروفونك طايحه. لا الحين مشكلتك مع الميكروفون كابتن، الله يعطيك الصحة والعافية. من الكبر ممن ابو ابراهيم شباب يعطيك العافية حياك الله. خلينا نتكلم على ديربي الدوحة والسد والعربي و الانطلاقة الحقيقية. مبارك مصطفى اليوم نقدر نقولها العربي. العربي ايش فيها انطلاقتكم الحقيقية اليوم اول مباراة في الدوري؟ والله اعتقد الدوري لسه بدري، يعني يمكن المباراة الاولى هي اللي تشهد يمكن اكثر المدربين طبعا يكونون حذرين، بالذات دائما ما يحذر في انطلاق الدوري. اعتقد يجب انك تكون حذر. يمكن اليوم تفاجأت إصابة خوخي بعلام وإصابة يوسف حاجي، أعتقد هذه شوي نوع من الربكة عملت حق المدرب في خصوص التشكيلة. أتمنى إن شاء الله تكون الانطلاقة اليوم موفقة في هذه المباراة إن شاء الله. دائما الكابتن خليل الزياني نقدر نقول عن المباراة الأولى هي الانطلاقة الحقيقية. بسم الله الرحمن الرحيم. لا، من الصعب الحكم على بهذا المنطق. ليش؟ لأنها يعني أول مباراة، الاستعداد ما أدري كيف كان عليه الفريقين، المدرب واستراتيجية كيف وصلت إلى اللاعبين الجدد وكيف تأقلمهم مع اللاعبين الآخرين.
التجانس العام بالنسبة للفريق، التجربة الأولى بالنسبة لهم كدوري كمباريات رسمية يعني على مستوى الدوري. أنا في تصوري أنه يعني يحتاجون إلى مباريتين ثلاث عشان نتحدث عن الديربي ونتحدث عن المنافسة ونتحدث عن قوة الفريق هذا ونتحدث عن ضعف هذا ونتحدث عن الأمور هذه كلها. فاليوم إذا كان هناك شيء جيد من الفريقين هذا نعتبره أنه يعني مستثمر. أنه عادة الدوري يبدأ يعني ببطء وكذا ويتصاعد المستوى، فإذا كان في شيء اليوم خارق للعادة فنعد استثناء، أنه لأنه الفريقين يمكن استعدوا كويس، لأن الفريقين كانوا عندهم تجارب كويسة، لأن الفريقين كان عندهم تجانس كويس، فلذلك قدموا لنا مباراة جيدة ومباراة قوية ومباراة سريعة. ولا غالبا دائما بداية الدوري تكون مباريات فيها يعني مش متواضعة، ولكن تحتاج إلى اللاعبين يحتاجون إلى فترة عشان يأخذون مداهم وعلى ما قال سرعتهم وأداهم الجماعي وأداهم الفردي وإبداعهم. فلكن نتمنى إن شاء الله أن تكون بداية طيبة. كابتن عبيد جمعان، أنا أتكلم في قراءة سريعة عن مدربين الفريقين أو مدربي الفريقين، السيد كابتن حسين عموتة والسيد وشانتر في العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. حال بالنسبة للمدربين اثنين، مدرب السد عموتة لأول مرة يمسك في الدوري القطري، وأنا أعتقد أن عموتة يعني عنده إمكانيات وكان لاعب قديم في نادي السد، وهو يعني يبي يشوف حظه في الدوري القطري ويشوف يعني إحنا شفناه في المغرب عدة مباريات وبطولات الحقيقة أخذها، لكن في البطولة هذه يبغي يعني يثبت نفسه في بطولة مثل هذه. لكن لو شنتر احنا نعرفه كان يدرب منتخب قطر في السابق، والعام الماضي يمكن هو اشتغل في العربي وجدد مع العربي مرة ثانية، والعربي كان يحاول يدور الاستقرار، وانا اعتقد ان لو شنتر يعني بعد يبي يطلع من الدوري